بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية عن اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020. إجمالي عدد إصابات اليوم 54 إصابة، إجمالي عدد الوفيات 5 حالات، عدد الإصابات الإجمالية في جمهورية مصر العربية 710. الحالات التي تم شفائها وخرجت من مستشفيات العزل اليوم 7 حالات. ليرتفع إجمالي المتعافين والذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 157 حالة، ومن أصل 205 حالة تم تحويلها من إيجابية إلى سلبية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في مصر إلى 46 وفاة من مرض الكورونا أو فيروس الكورونا المستجد. باستعراض الوضع الوبائي العالمي ومقارنته بالوضع الوبائي في مصر، فقد بلغ المتوسط الوبائي العالمي لعدد الإصابات لكل مليون مواطن 105 إصابة لكل مليون مواطن، وهذا هو متوسط العالم. وكذلك بلغ عدد الوفيات لكل مليون مواطن على مستوى العالم 5.1 حالة. بالمقارنة بمصر، فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، وعدد الوفيات 4.1 حالة وفاة لكل مليون مواطن، مما يدل على استقرار الوضع الوبائي لجمهورية مصر العربية حتى الآن. ومقارنة بالوضع الوبائي لجمهورية مصر العربية بالبلدان التي حدث فيها تفشي، فهناك بعض البلدان يزيد عدد الإصابات بالنسبة لعدد لمليون نسمة إلى أكثر من 2019 إصابة لكل مليون نسمة، وعدد الوفيات 177 لكل مليون نسمة، وفي بعض الدول 1683 إصابة لمليون نسمة و192 وفاة لكل مليون نسمة. في هذا السياق أجدد مناشدتي لجميع المواطنين بالتزام التباعد وبالتزام البقاء في المنازل وبالتزام التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة فيما يخص العزل للمسافر القادمين من السفر لمدة 14 يوم، وكذلك العزل لكل الحالات المخالطين والأسر المخالطة لحوالي 14 يوم، والالتزام بما أخذته الحكومة من إجراءات للتأكيد على العمل على نقصان عدد الإصابات والوفيات اليومية من هذا الوباء. أشكركم.